الريبورتنج ازاي بنكتب التقرير. كل نوعية خلايا بيكون ليها طريقة في كتابة التقرير. فالقسط مثلا هنكتب متوسط عدد القسطات اللي احنا شايفينها في اللو باور فيلد. الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، هنكتب متوسط عدد الخلايا اللي احنا شايفينها في الهاي باور فيلد. الابيسيليال سيلز والكريستال اللي هي الاملاح هنكتبها ككميات رير فيو مودريت ميني او بلس واحد بلس اثنين بلس ثلاثة، بير هاي باور فيلد او لو باور فيلد، سواء عديناها في الهاي باور فيلد او اللو باور فيلد. الطريقة التانية زي ما قلنا في الريبورتنج هي ان احنا نكتب عدد السيلز بير ميلي. ازاي هنحسب الريبورتنج بير ميلي؟ ازاي نكتب عدد الخلايا في الميلي كذا؟ رقم واحد قالك هنحسب مساحة الفيلد. الهاي باور فيلد ده مساحته قد ايه؟ قالك بيساوي 96 من 1000. رقم اتنين قالك هنحسب الكفر اللي احنا مستخدمين اللي هو 22 في 22، ده في كام فيلد هاي باور فيلد، فقسم المساحة اللي هو 22 في 22 اللي هي طلعت 484 على 96 من 1000، طلعت 5040 هاي باور فيلد. يبقى الكفر الكبير ده في 5040 هاي باور فيلد. وبعدين قال لك طيب عاوزين نعرف بقى الملي في كام هاي باور فيلد، الملي في كام هاي باور فيلد. احنا مستخدمين قد ايه؟ مستخدمين 20 مايكرو اللي هما مفروضين تحت الكفر. قام واخد عدد الفيلدات اللي هي 5040 وقسمها على ال 20 مايكرو اللي هو 2 من 1000 من الملي ديت، وضربها في 12 دي اللي هو ايه كمية البول اللي احنا اختبرناه. طلعوا عندنا 21000 هاي باور فيلد برملي. يبقى عدد الخلايا المتوسط عدد الخلايا اللي حضرتك تحسبهم، مثلا طلعوا 4 خلايا صديد في الهاي باور فيلد، هتضربهم في 21000 يبقى ب 84000 خلية صديد في الملي. دي الطريقة.